اهلا وسهلا بكم، انا اسمي يوسف وانا من مدينة اسكندرية في مصر، بس انا عايش برا. انا النهاردة هكلمكم باللكهة المصرية. مدينة اسكندرية هي مدينة جميلة على شط البحر الابيض المتوسط، واكتر حاجة انا بحب اعملها وانا في اسكندرية اني امشي على الكورنيش واكل جلاتي ساعة في الصيف. انا حاليا بدرس علوم البحار والانهار وازاي نحافظ على نظافتهم من التلوث، وكمان ازاي نحافظ على كل الاسماك وكل الكائنات اللي عايشين فيهم. احنا بنعمل كده عن طريق ناخد عينات من المية ونحللها في المعمل ونشوف ايه الاسباب التلوث في المية. انا سعيد اني قابلتكم النهاردة، والى اللقاء، مع السلامة.